هيساعدوه زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا. ومعدنا مع قصة من القصص الأرشيفية من قصص رعب على القهوة اللي بيتم إعادة معالجتها. أنا اسمي أدهم سالم. أنا لا كاتب صحفي ولا كاتب روائي، لا تقول إن أنا بألف ولا بكتب قصص والكلام ده، بس كل واحد فينا ممكن يمر بتجربة فيحب يسجلها ويكتبها. يمكن أنت كمان تمر بتجارب فتحب تكتبها. أنا برضو بكتب التجارب بتاعتي. هو انت مش بتقول للناس ابعتولي اللي بتمر بيه؟ انا عندي اكتر من قصة عشتها، بس عمري ما فكرت انشر الكلام ده. لكن دلوقتي بقول ايه المانع ان انا احكي؟ ما ياما كتير ناس بتحكي قصصها، يمكن تكون دي المرة الاولى وممكن تكون الاخيرة وما تسمعليش تاني، او ممكن تلاقيني بعد كده بشارك تاني وتالت ورابع. ما علينا، انا عندي 26 سنة عايش لوحدي، اهلي عايشين بس بعيد عني لاني بسافر كتير بسبب الشغل، وقررت ان انا انعزل وعيش لوحدي. شغلتي مندوب مبيعات في شركة ادوية. خلصت الجامعة واشتغلت في الشركة دي ومن ساعتها ما سبتهاش، وأقول الحمد لله الحال ماشي لحد دلوقتي. في مرة كنت بجرب اكتب شوية خواطر على كام بيت شعر، بس مش حاسس نفسي قوي. قلت طب ما اكتب اللي انا مريت بيه او اللي الناس التانية مرت بيه، مثلا اروح اقعد معاهم اسمعهم اكتب حوادثهم وكده. يعني في ناس كتير بتكتب في مواضيع الرعب والجن والكلام ده، وبيني وبينك انا عارف ان تلتين الحاجات دي بيبقى هبد، كدب بصراحة يعني. ففكرت وقلت لنفسي طب ما هبد انا كمان، ولا اكتب الحقيقة. انا هكتب الحقيقة. انا مش موهوب في حتة التأليف اصلا عشان اهبد يا جماعة. انا هكتب اللي حصل واللي الناس هتحكيهولي وهنقوله لكم زي ما هو. هما بقى كدابين مش كدابين دي مش بتاعتي. بدأت يا عم ادور على القصص والحوادث اللي ممكن تكون حصلت واكتبها، لكني فشلت. كل حاجة قابلتني بيبان كده من اولها ان الناس بتخترعها، يا اما مش بالغرابة والقوة الكافية اللي تخليني اكتب والناس تتشد، يا اما في كاتب تاني متخصص في مجال كتابات الرعب اخدها وكتبها بشكل اقوى، زي اللي اسمه نادر فودة، اللي كل ما اقعد مع حد واقول له احكي لي حاجه مريت بيها يقول لي لا انا ما بحكيش غير للاستاذ نادر فودة. تقولش عفريت العلبه يا اخي اللي بيطلع لي، يعني انا شايفه قتل كل حاجه كنت بفكر فيها. انا يئست، بس لما بتبقى بتدور على حاجه مهتم بيها قوي بيجيلك وقت لما تنفض لها من الاخر تجيلك لحد عندك تحت رجليك. حد يعني كنت في يوم اجازة من الشغل ونايم في البيت عادي زي اي يوم، وصحيت على صوت دوشة جاية من برة الشقة. قلقتني، رحت على الباب اشوف فيه ايه. لقيت تقريبا كل الناس اللي في العمارة واقفين قدام باب الشقة اللي قدام شقتي بالظبط. الناس عمالة اللي زعق واللي صوته عالي واللي اتخانق. بشوية تركيز الشقة بتولع. انا كنت صاحي من النوم مش مركز، بس النار واضحة. ولقيت واحدة لما فتحت الباب بقى وبصيت قوي بتقول لي اتصل بالمطافي والاسعاف حالا. هما يعني كانوا مستنيين انا اللي اتصل؟ ده انتوا امركم عجيب قوي. جريت دخلت جوه الشقة عندي وكلمت المطافي ولقيتها متبلغة بالفعل، وخدوا بيانات ومش عارف ايه وقالوا متبلغين يا فندم. الشقة اللي بتولع دي انا معرفش الحقيقة في حد جوه ولا مفيش. استنيت مع الناس برا في محاولات كده ضعيفة كده لإطفاء النار، وفي حد يعني عمال يقول عايزين نعرف في بني آدمين جوه ولا لأ، بس ما كانش في صوت أي بني آدم جوه. الباب مقفول والنار خارجة من وراه وخلاص، ومن تحت بالباب بيبان كل شوية إيه شعلة لهب وهكذا. الشقة دي بقى يا جماعة ملك أستاذ عبد الله، راجل كبير في السن عايش مع مراته وابنه وبنته، طلع على المعاش من وقت قريب. راجل طيب جدا وفي حاله، وعلى طول بيروحوا وييجوا وممكن يقعدوا بالاسبوع ما يظهروش، بيروحوا لقرايبهم، تنقلاتهم كتيره يعني. كنت بادئ اقول يا رب في الوقت ده يكونوا من ضمن التنقلات بره. سالت الناس حد اطمن عليهم؟
الناس محتاسه ومتلخبطه وكله عمال يقول ربنا يستر، وكله بيدور على شقته وان النار ما تمسكش في باقي العماره. واللي سمعها بتقول لجوزها انا هشيل الذهب وهجهز عشان نمشي وننزل نقف تحت. وفعلا لمحت اسرتين بيحملوا حاجات ونازلين يهربوا، وخلاص في ناس خلاص بدات تعمل حسابها ان احتمال مش هين ان العماره ممكن كلها تولع. فتحوا الباب اخيرا، وقع مكسور. انا اتسحبت ووقفت في مكان قريب وقلت لفرد من افراد المطافي لما جم انا ممكن اساعد. الراجل بصلي وحس تقريبا ان انا العائل الوحيد في وسط الناس الغجر اللي موجودين. قال لي حاضر، لو عوزنا حاجة هنقول لك، ابعد بس عن هنا شوية. ووقت بسيط وكانت النار اتطفت الحقيقة في زمن قياسي بجد. فضولي خلاني اتسحب جوه الشقة غرقانة وعايمة في المية. النار اكلت كل حاجة، مفيش حاجة باقية في مكانها ولا في حاجة تقدر تعرف منها سبب الحريق، يعني بوتاجاز مثلا، انبوبة غاز، مفيش. واضح ان الشقة ما كانوش موجودين زي ما قلت لحضرتك. واحد من رجال المطافي قال لي هي الشقة مهجورة؟ قلت له لا، الشقة دي حضرتك مش مهجورة، الشقة دي فيها ناس. ناس ايه؟ الشقة الكام حاجة اللي ما تحرقوش فيها قديمة قوي يعني. يا فندم الشقة دي بتاعت استاذ عبد الله ومش مقفولة ولا حاجة والله. فين الناس اللي هم فيها؟ لا معرفش، الحمد لله ان هم مش موجودين، يعني هو لازم يبقوا موجودين ويتحرقوا عشان نقول ان الشقة موجودة يا فندم. هتلاقيهم جايين دلوقتي، ربنا يكون في عونهم لما يرجعوا. في الوقت ده سمعنا صوت صرخة جاية من الحمام. طلعنا نجري ناحية مصدر الصوت، لقينا واحد من الجيران اتسحب هو كمان ودخل الشقة. هو واقف قدام باب الحمام وعمال يترعش ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد من بتوع المطافي قال له وسع كده لو سمحت، زقه بعيد. وانا دخلت على اول عتبة الحمام انا كمان اشوف فيه ايه. اول ما دخلت وقفت على باب الحمام انا كمان استعذت بالله من الشيطان الرجيم. الحمام مبدئيا كله اسود، كل شبر فيه محروق، البراد متكسر، المراية متدشدشة، لكن وسط كل ده كان في حد قاعد على الارض، قاعد مربع. هقولها لكم ازاي. الراجل اللي قاعد على الارض مربع كان مسلوخ، جلده مسلوخ من على جسمه زي ما انتوا تخيلتوه دلوقتي. وقدام منه كان في بركة دم كأنه كان بيتعذب. هو ايه اللي ممكن حد يعمل في نفسه كده مثلا؟ وجنبه منه حاجة زي حتة قماش محروقة. ركزت معاها بس لما ركزت قوي اكتشفت انها مش قماش، ده جلد. رجعت ابص على الرجل المحروق بتركيز، وكانت المصيبة انه استاذ عبد الله. استاذ عبد الله مش محروق، عشان بس ما غلطش واقول تعبيرات غلط، استاذ عبد الله مسلوخ. وفي عز كل ده اتحرك، اتحرك ولسه فيه الروح والنفس. لقيت راجل المطافي بيقول يا خرابي ده عايش. واحد من اللي واقفين معانا بقى يسأل وكلنا نسأل هنعمل ايه، هنكلم الاسعاف يرجعوا تاني ياخدوه ولا نعمل ايه. في الواقع الاسعاف كانوا مشيوا بعد ما طفوا الحريقه لان مفيش جثث، وما كانش فيه في الحمام جثث على فكره. والناس مش عارفه تعمل ايه، هتلمسه هتمسكه ازاي؟ عم عبد الله كان بيحرك عينيه وبيبص لنا، لا بيتكلم ولا جسمه بيدي اي اشاره. كان حد كلم الاسعاف عشان يرجعوا تاني. كلنا ساعدنا وشلناه. يا جماعه الموضوع مؤلم جدا، مش مؤلم ليه هو بس، ده مؤلم لينا احنا كمان. ايه اللي ورطني التوريطة السودة دي؟ انا مش هنام بعد كده بعد المنظر ده عمري. واحنا بنحاول نشيله صرخ صرخة مفزعة ونشفت الدم في عروقنا، وفضل يقول كلام مش مفهوم، مش ليا لوحدي ده للكل. الناس من صرخته اتكعبلوا وقعوا في الارض، اللي يقول ماليش دعوة واللي رجع لورا. واحد من بتوع الاسعاف كعبل هو كمان في السرير وقع على الارض.
لمينا الشتات نفسنا وشلناه من جديد، وخصوصا ان احنا لما سبناه بعد ما صرخ وفزعنا وقع ما حطش منطق المرة دي. والله اعلم كان مات، ويا رب يكون مات، عشان الراجل ده هيعيش حياة صعبة لو كتب له ما يعيش. فضلنا نبص لبعضنا، ايقنا انه مات، شلناه حطيناه على السرير، وبرضه بتوع الاسعاف اخدوه ومشيوا. بعدها كل واحد راح لحال سبيله، والشقة اتقفلت، اتشمعت وبابها اتصلح واتقفلت، وصاحب العمارة ركب لها كمان باب حديد. بالوقت الفضول كان بيجبرني ادخل الشقة، عايز ادخلها. رحت البواب العمارة وقلت له هو ايه اللي حصل لعم عبد الله. لقيته بيقول لي ان هما بيقولوا ان هو اللي قطع جلده فعلا. قلت له يعني مات؟ قال لي لا، عايش في المستشفى اللي ورانا. كانت صدمة، الله يكون في عونه هيعيش ازاي في الحالات اللي زي كده؟ ربنا يرحمه ويريحه. اتصلت برقم المستشفى وقلت لهم ان انا قريب وعايز اطمن عليه، وعايز اعرف هو عايش فعلا ولا ميت. اكدوا لي انه عايش، وقالوا لي ان لو عايز ازوره اجي. فضلت بعد ما قفلت المكالمة اقول يا نهار اسود ومنيل كل اللي حصل له ده وما ماتش. سمعت حاجة زي ما يكون ناس بتتكلم وبتهمس جوه الشقة عندي. خرجت للصالة، قلت التلفزيون يمكن شغال، لقيت التلفزيون مطفي والراديو كمان مقفول وموبايلي في ايدي، اكيد مش هيطلع الاصوات الغريبة دي، ومش زي ما بيحصل في الافلام انك اول ما تخرج الصوت يختفي. لا 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 خالص، الهمس مكمل والصوت مكمل. كنت خايف، عاوز اعرف الصوت مصدره ايه. شغلت الراديو على اذاعة القرآن الكريم، وقتها كل حاجة سكتت في لحظة، ونفسيا انا هديت. دخلت المطبخ اعمل كوباية قهوة، لان قلت انا كده مش مظبط. ببص من شباك المطبخ، عيني جات على شباك شقة استاذ عبدالله، لانه هو اللي قدامي في المنور. شباك مطبخ شقته الملعونة كان مفتوح، بس قبل كده ما اعتقدش انه كان مفتوح بيتهيألي. وقفت ابص على الشباك اللي من جوه مبين ضلمة رهيبة، لكن في وسط الضلمة انا شفت حاجة منورة، حاجة زي شمعة وثابتة، وبعد شوية بدأت تتحرك في عز ضلمة الشقة يمين وشمال بهدوء، كأن حد بيتجول جوه الشقة. وبدون مقدمات وبدون ما ابعد عيني عن الشباك، حد طلع بص من الشباك. كتلة لونها اسود مخيف، لا شايف منها ملامح ولا عينين، كتلة سودة على هيئة ظل كامل، بيبص وبيميل من الشباك كأنه بيدور على حاجة تحت او سمع حاجة فبيبص عليها زي ما بنبص من البلكونات. انا اول ما شفته قلبي اتقبض وقع في رجليها، خفت اتحرك او ارجع لورا لا ياخد باله مني، لان هو فعلا مش واخد باله. فضلت واقف على اساس ان هو مش هيشوفني، بس شافني وبصلي، وبدأ يحرك راسه يمين وشمال بمنتهى الهدوء كأنه بيتفحصني ويتأملني. رزعت الشباك وقفلته، وجريت على الراديو وعليت الصوت في القرآن على الاخر. تخيل بقى تبقى قاعد في بيتك وشباك بيتك بيطلع على عمارة تانية طالع منها شبح اسود، وياريته اي شبح، ده كتلة مخيفة من الضلمة. لفيت على نور الشقة نورته كله، وفضلت قاعد على الكرسي وقلت مش هنام، وانا هيجيلي نوم النهاردة. ولكن القعدة وسماع القرآن والهدوء خلى النوم يغلبني. اول ما صحيت جريت على المطبخ، فتحت الشباك بالراحة، وابص لقيت شباك استاذ عبدالله مقفول. يا جماعة
وبدأت بعدها أكتب كل حاجة. قلت لازم أكمل الكتابة وأكتب اللي حصل. لبست هدومي ونزلت شغلي وقلت لما أرجع هبقى أكمل بقى. خلصت شغلي بدري ورحت المستشفى وسألت في الاستقبال على عم عبدالله. ممرضة الاستقبال قالت إنه موجود في قسم الحروق فوق. قلت لها هو حالته إيه؟ دخل عمليات أو رعاية؟ لا يا فندم، ده تحول بس على قسم الحروق. هي الحالة بسيطة يعني؟ للأسف مش بسيطة خالص. اطلع حضرتك فوق الدكتور يفهمك. اخدت رقم الاوضه وطلعت وخبطت على الباب وفتحت ودخلت، لقيت فيه دكتور واقف كان بيعلق محاليل للكائن اللي انا مش عارف اسميه ده ايه. قلت للدكتور حالته ايه؟ هيموت؟ نعم. مين حضرتك؟ انا جاره. انتوا ما نقلتوش عناية ليه؟ احنا يا فندم اضرب شغلنا، الحالة اللي المفروض بالشكل ده تموت بس ربنا نجاه. الحالة مستقرة. هي حالة غريبة جدا، اللي انت ما تعرفوش ان مفيش اثر على اي حتة من جسمه. الراجل ده ما اتحرقش، الراجل ده حد سلخ جلده من عليه، بس احنا جبناه قسم الحروق يتعالج علاج من نوع خاص. يعني ايه واحد جسمه مفيهوش جلد ومسلوخ وسليم يا دكتور؟ زي ما قلتلك الراجل حالته غريبة مش مفهومة. يعني يا دكتور هتسيبوه كده يعني؟ ولا هتعملوا له عمليات تجميل؟ ولا هتركبوا له جلد؟ ولا هتعملوا له ايه؟ ده انا مش فاهم. هنشوف. طب انا عندي سؤال كمان، هو ممكن حد جلده يتسلخ من عليه وهو صحي ويعيش؟ الحالة يا فندم كلها غريبة، بس كل اللي اقدر اقوله لك لو ليك علاقة بيه احسن لك تبعد. يعني ايه؟ انا جاره وده راجل كبير، ازاي ابعد؟ بصراحة اللي عمل فيه حاجة زي كده انا ظني انه مش حاجة بشرية. على فكرة انا دكتورة هو كل حاجة، بس بقولك انا شايف ان في حاجة مش طبيعية. ازاي يتسلخ ويتحط الجلد بتاعه جنبه؟ واحد بيته يتحرق وجلده يتسلخ والنار ما تقربش منه تماما زي ما سمعنا واتبلغنا؟ يعني ايه؟ لو حضرتك بقى عندك تفسير يا أستاذ فهمني. للأسف يا دكتور أنا ما عنديش أي تفسير، أنا خلاص مش هاجي تاني زي ما حضرتك قلت. وقبل ما امشي الدكتور وقفني وقال لي هقولك كمان على حاجة مهمة، في حتة في دراعه محروقة اتحرقت على شكل حرف زي وشم على لحم جسمه، تعال بص كده. رحت مع الدكتور وبصيت، المنظر وحش جدا، مهما وصف المنظر مش هتتخيله بشاعته. تشوف بني آدم عبارة عن لحمة، منظر مخيف، وريحة عاملة زي ما تكون في المذبح، حاجة بشعة. وفي حتة في لحم دراعه محروقة ومكتوب عليها حرف كاف. قلت للدكتور ده معناه ايه يا دكتور؟ مش انت جاره وجاي تسأل عنه والجيرة والود؟ انت اللي تفهمني. لا يا دكتور انا مش جاره لدرجة ان انا اعرف انه لما يتسلخ ولحمه يبان ويتطبع ولا يتتنايل على ادراعه حرف كاف يبقى اعرف معناه ده ايه. وبعدين حضرتك طلبت مني ابعد. الممرضات بيحكوا حاجات غريبة، بيقولوا اوضة الراجل ده بالليل بيبقى طالع منها همس وكلام غريب، وفي اللي بيقول ان هما شافوا نور وضوء قوي اعلى من نور الاوضة، لدرجة ان النور بيبقى خارج من تحت عتبة الباب عنده بالليل وبينور في الطرقة بتاعت هنا بتاعت المستشفى. ممرضة بتقول قررت تفتح وتشوف في ايه وصوتت وصرخت. طب شافت ايه دكتور؟ قالت ايه؟ اوعدك لما تفوق بقى من الغيبوبة اللي حصلت لها نبقى نعرف. هي في قسم الامراض العصبية من يومها وبتفوق وتدخل في غيبوبة وحالات اغماء كتير. من الواضح انها يا استاذ شافت حاجة كبيرة قوي. انا للأسف ان انا اقول الكلام ده وانا طبيب ده مش في صالحي، لكن ده اللي حصل. مشيت من المستشفى ورحت البيت وانا دماغي عماله تودي وتجيب في مليون فكره. على الساعه 12 بالليل سمعت صوت الهمس من جديد، بس الصوت كان اعلى وامتزج معاه صوت زي ما يكون صوت اطفال بتصرخ وبتعيط. جريت قفلت شبابيك البيت كلها وانا عيني عماله تروح على المطبخ زي ما اكون عايز اروح على الشباك المطبخ
وأبص على الشقة الملعونة. دماغها تنفجر تفكير وفضول. فضول انتصر وخلاني أدخل المطبخ وقربت من شباك المنور وفتحته وبصيت على الشباك بتاع أستاذ عبد الله، بس كان مقفول. قلت أنا كده كده مش هخرج من البيت، أنا مش متحمل ومش هقدر أقعد بالمنظر ده. طب أنا بالنارين هقعد بقى كده ولا أخرج؟ لا أخرج. خرجت وفضلت أضغط على زرار الأسانسير وطلعت وركبت. صوت الأسانسير كان عالي ومزعج جدا، أصوات الأطفال والهمس دخلت معايا جوه الأسانسير ومكملة. وفجأة الأسانسير علق وقف. فضلت أحاول مع الزراير ولا الهواء. النور ما قطعش، بس الأسانسير هو تقريبا اللي علق وباظ. لا عارف أطلع ولا عارف أنزل، عمال أخبط على الباب ولا حد سمعني. حاولت أفتح الباب بإيدي الاتنين بأي شكل، ما بيتحركش. وكملت في الآخر لما الكهرباء اتقطعت. مع انقطاع الكهرباء صوت الهمس زاد من تركيزي، او هو زاد بالفعل معرفش. لما الاسانسير بيتعطل في اي ظروف، ممكن من الخوف لو بني ادم عنده فوبيا لا قدر الله يروح فيها، فما بالك بني ادم زي بيحصل له اللي بيحصل له. واقف في الاسانسير والدنيا ضلمه، وانا حاسس ان في حاجه بتتحرك من حواليا دلوقتي. حاجه ايه؟ قول مليون حاجه مثلا. ركنت ظهري لورا بيأس، حسيت ان في حد واقف معايا في الضلمة، وحاجة هبدت ورزعت على باب الاسانسير من بره، وسمعت اصوات غريبة جاية. في الوقت ده الكهرباء رجعت والاسانسير رجع اتحرك. صوته كان غريب، مش ده الاسانسير اللي اعرفه، ولا ده صوته، ولا انا اتجننت. الاسانسير نزل في الدور الارضي، فتحت الباب الاولاني. احنا عندنا الاسانسيرات القديمة بابين، باب خشب من بره وباب من جوه حديد. انا فتحت الباب الحديد والباب الخشب مزرجن ومش عايز يفتح، زي ما يكون حد قفله من بره بمفتاح. خبطت عشان حد يسمعني، البواب بقى ولا اي حد طالع. سمعت صوت رجلين على السلم طالع ناحيه باب الاسانسير، وقف قدام الباب الخشب اللي فيه ازاز من فوق بسيط. لمحت منه الشخص اللي واقف بره، كان عمال يبرق. انا اصلا مرعوب خلقه، مش متحمل حاجه زياده. شاورت له قلت له افتح الباب معلق من عندي. بص لي وابتسم ابتسامه عريضه قوي، وشاور لي بايديه باشاره ان هو بيقول لي لا. هو ايه اللي لا؟ بقول لحضرتك افتح، انا محبوس. فضلت اخبط على الباب، وكل ما اخبط هو كمان يخبط من الناحيه التانية. الله، وقفت خبط وهو وقف خبط، وبدأ يعمل حاجة مريبة. بدأ يخبط على باب الأسانسير بدماغه، خبطة في التانية في التالتة، لحد ما دماغه اتفتحت. يدي النيل عليا، استعذت بالله من الشيطان الرجيم، هو ده عفريت ولا بني آدم؟ عمال يخبط راسه وعمال يخبط راسه لحد ما كسر الإزاز بتاع الباب الخشب، والإزاز دخل في راسه. الراجل وقع في الارض، رميته على الارض دي كانت صفارة الانذار اللي جابت سكان العمارة كلهم، زي ما يكون غارة حصلت كلهم قدام باب الاسانسير والسويت اشتغل. وانا مش فاهم في ايه، بصيت لهم الازاز وانا لسه جوه. انتوا كنتوا فين؟ ما جيتوش الا لما مات؟ ما جيتوش الا لما الازاز بهدله؟ خرجت برا الاسانسير لما الناس فتحولي الباب، بركة دم مكان الراجل، مكان المصيبة اللي كان بيعملها في نفسه. لكن الراجل مش موجود. الراجل اللي كان بيخبط راسه في باب الاسانسير اختفى. كل اللي موجود دم على الزرار اللي بره وعلى الازاز، ودم في الارض. امال انتوا بتصوتوا على ايه؟ هو الدم ده جاي منين؟ سبت الناس وهم عمالين معرفش بيصوتوا على ايه، جاتهم 60 نيلة، وطلعت اجري على السلم على شقتي، ولقيته على السلم. انسان عادي، راجل مرمي على السلم وراسه متدمرة.
كانش ميت، راسه المتبهدلة وعمالة تنزف. وقفت مصدوم على السلم من المنظر ومش عارف جه ازاي فين. لكن مش ده بس اللي صدمني، كان في جسم فوقيه بالظبط زي اللي شفته بالظبط، جسم اسود اللي كان بيبص من شقه استاذ عبد الله. عارفين الجسم ده كان فوق الراجل بيعمل ايه؟ كان بياكله، بياكله والتاني زي ما يكون ماسك فيه كهربا وعمال جسمه يتنفض. الكائن المظلم كان بياكل الراجل وهو حي. اللي في مكاني لما يشوف حاجة زي كده يعمل ايه؟ انا ما عملتش حاجة، كملت السلم جري وطلعت اجري. انا مش عايز اموت ومليش دعوة باي حاجة بقى بتحصل. يا دوب وصلت للدور اللي تحت شقتي لقيت السويت اشتغل، شقة تانية بتتحرق. الله اكبر. معظم الناس كانوا تحت وما فيش فوق الا الستات. بدأت اخبط على باب الشقة دي عشان سمع الناس بتصوت جوه. باب الشقة دي بالذات كان فيه حاجة مختلفة، الشباك الازاز اللي بنقول عليه شراعة بتاع زمان ده موجود. ضربته بايدي مرة واتنين ومع المرة التالتة اتكسر. بدأت ابص وانادي على اي حد يكون سمعني، محدش بيرد. امال الناس اللي بتصوت جوه دي ايه، ماتت في اللحظة دي؟ اتنين تلاتة جم وزقوا معايا الباب ودخلنا. وعلى ما دخلنا النار كانت اتطفت فجأة من غير اي اسباب ولا حد يقرب منها. دخلت اجري ابص يمين وشمال مش لاقي حاجة، الناس كلها كانت جت. امال اللي بيصوتوا فين؟ قلت لنفسي بص في الحمام، ما هي مصيبة يلا جديدة هتكمل اللي حصل. دخلت بسرعة الحمام لقيت طفلتين قاعدين في الارض، لا خايفين ولا متأثرين ولا اي حاجة، بس كانوا مركزين ناحية المراية بتاعة الحمام. بصيت لقيت الجسم الاسود اللي انا لسه سايبه تحت بياكل في الراجل، كان واقف في المراية وعلى بقه دم. بصيت للبنتين وقلت لهم انتوا شايفينه؟ كان في واحد جاري معايا طلع يجري وسابني. بدأ الظل الاسود ده ولا الكائن الاسود يروح ناحية واحدة من البنات، جيت اقاوم علشان انقذها وابعدها عنه، لقيتني اتشليت وكل جسمي اتكتف ولا حتى عارف ازعق. وبضوافر ايده مرر ايده على جلدها اللي اتسلخ في لحظات، حاجة في منتهى السرعة المخيفة. البنت فاتحة بقها وما بتصوتش زي ما تكون متنومة مغناطيسي. اللي كانت بتصوت كانت اختها، وزي ما قلتلكم انا متكتف مشلول ولقيتني بتشد لورا، حاجة بتشدني لورا بمنتهى العنف. كل ما اجي اقول اي حاجة ولا زعق ولا نادي مليون حاجة تمنعني، حاجز كبير بيني وبينهم. المسكينة اتسلخت والتانية النار مسكت فيها، اما انا متفرج. باقي الناس فين؟ محدش شايف حاجة، محدش موجود. وبدأت أسمع صوت ناس بتزعق، ناس بتصوت. وبص لقيتني في الشقة لوحدي. وباب الشقة مقفول والإزاز بتاع الشراع اللي كان متكسر مش مكسور، وأنا اللي جوه في الشقة لوحدي لسه شايف الشيء الاسود وهو بيكمل المهمة بتاعته. اتكسر باب الشقة ولقيت المطافي دخلت وبدأوا يرموا مية على النار اللي كانت ولعت تاني، وبرضه امتى معرفش. سمع اللي عمال يستعيذ بالله وسمع اللي عمال يسأل يقول اهل البيت فين. البنات كانوا قدامي، واحدة مسلوخة والتانية اتحرقت. المسلوخة ما ماتتش، وصلوا لهم وشالوا جثة البنت المحروقة، كانت ماسكه في ايدها حاجة اول ما شالوها وقعت من ايدها، كان رمل او تراب لونه احمر. باقي الاحداث مرت عليا زي ما حصل مع عبد الله بالظبط، نقلوا البنت المسلوخة المستشفى ودفنوا المحروقة. الحمد لله ان محدش شك فيا ولا اتهمني، هما كلهم قالوا ان انا كنت لسه طالع من دقيقة. حرقين يحصلوا وانا عنصر اساسي فيهم كشاهد على احداث غريبة غير مفهومة. يا ترى
الحريق التالت حد عرفه هيتسلق فيه ولا أنا اللي هتسلق فيه؟ رحت المستشفى عشان أسأل على عم عبدالله. الراجل ده عنده سر الموضوع كله، هو الوحيد اللي ممكن يفهمني ويفيدني. سألت على حالة البنت اللي راحت، قالوا لي ماتت مجرد ما وصلت. ماتت اشمعنى بقى عبدالله ما ماتش؟ دخلت أوضة عبدالله، كان راقد زي ما هو، لقيتني من غير وعي بكلمه بصوت عالي وبقول له انت ايه اللي حصل في شقتك؟ العمارة دي فيها ايه؟ في شقة اتحرقت وفي بنتين ماتوا، واحدة منهم حصل معاها اللي حصل معاك والتانية اتحرقت. انت عارف حاجة؟ لو عارف فهمني. بيقولوا ان وظايفك الحيوية شغالة زي الفل، يعني انت فاهم وسامع كل حاجة من اللي بيتقال. انت مبسوط ان في شقة تانية ولعت؟ مبسوط ان في طفلتين مالهمش ذنب ماتوا؟ في اللحظة دي حصلت رعشة في جسمه، اتنفض للحظة، حسيت انه هيفتح بقه وهيتكلم. كان بيطلع في الروح، يا ريته ما فتح بقه. عبدالله بدأ يتنفض وبعدها بطل حركة، ومن تحت السرير لقيت في حاجة طالعة بتزحف على الأرض زي التعابين. كان الجسم الأسود، الجسم الأسود اللي أنا شفته أكتر من مرة، بس المرة دي كان طالع يزحف من تحت سرير عبدالله. صرخت، زعقت، جريت على الباب، حاولت افتحه ما بيفتحش، فضلت ارزع ولا حد بيرد. هو الكائن ده بيظهر من هنا ومحدش بيحس بيا، وبنعزل تماما عن الدنيا. صداع غريب شديد مش قادر اتحمله. الكائن اللي بيزحف زحف شوية ووقف مكانه. عارف الكلب لما يكون متربص بحد عشان ينط ويقفز ويهجم عليه؟ هو واقف قدامي بالمنظر ده، وكالعادة الكهرباء اتقطعت. حسيت بإيدين بتمسك رقبتي وبتخنق فيا، بدأت أدوخ من كتر ما الأكسجين بيتمنع عني. لكن اللي حصل ان لما انت بتتخنق بتفتح بقك عشان تحاول تتنفس باي قدر، تاخد ولو نفس بسيط. فتحت بقي، في حاجة دخلت جوه بقي، حاجة زي رمل او تراب كان بيتحدف ويتزق ويتحشر حشر كده، وخلاص حتى النفس اللي كنت هاخده راح. وفي الوقت ده الايدين سابتني وترميت، وقعت على الارض وفقدت الوعي. لما فقت لقيت نفسي على السرير في المستشفى، ودكتورين واقفين حواليا، واحد منهم بيقول لي حمد لله على السلامة. مديت ايدي على رقبتي لا اراديا، والدكتور قال لي ما تقلقش انت كويس، ما تقلقش. هو ايه اللي حصل؟ انا كنت جاي ازور بس عم عبدالله. ايوه انت كنت جاي تزور عمك عبدالله، والكهرباء اتقطعت واحنا لازم نمر على المرضى. دخلنا اوضتك لقيناك مرمي على الارض، ما نعرفش ليه، بس انت جيت له قبل كده، ده اللي عرفناه يعني. طيب التراب اللي كان في بقي؟ تراب؟ لا الحقيقة ما كانش في بقك تراب ولا حاجة. طيب انا اقدر اخرج؟ ايوه حضرتك كويس، هنكتب لك شوية دواء بس وحاجات فيتامينات وتخرج زي ما انت عاوز. تحب تعدي على عمك عبدالله؟ لا محبش محبش. ومشيت وروحت البيت، نورت نور الشقة كلها كالعادة، وشغلت القرآن، ودخلت أوضتي وقعدت أفكر وأفهم إيه اللي بيحصل. نومي كان متقطع، عارف لما تبقى نايم والنور بيتقطع بتحس بالحر فتصحى، وده اللي حصل. قمت من على السرير بالراحة، وأول ما خطيت برجلي حسيت إن رجلي غاصت في حاجة. شلت رجلي بسرعة، وصلت للكشاف اللي موجود عندي في درك الكومودينو، ونورته وبصيت لقيت الأرض متروسة دود وتعابين. تعابين كانت كتير، ومنها كمان على السرير. انا كنت نايم في وسط بحر من التعابين بيزحفوا على الارض وحوالين السرير، كلها لونها اسود، حجمها صغير مش كبير. وفي لحظة لقيت لهب وشعلة بتمسك في ستائر الأوضة، والنار بتكبر بتكبر، والنار مسكت كلها في الأوضة حتى في التعابين اللي موجودة.
كل اللي عملته ان انا بدأت اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. كده تقريبا عليا الدور بقى، يا هموت محروق يا هموت مسلوخ. ومن وسط النار شفت الكائن الاسود، شفته وشفت معاه 2 تانيين شبهه، 3 جسمهم بينقط حاجات سودة بتقع منهم. انعكاس النار عليهم افضل من اي نور ينعكس عليهم، اخليهم باينين بوضوح جدا. كنت بتحرك بهدوء ناحية باب الشقة وبحذر، وهما بيتحركوا ورايا بخطوات ثابتة وكأن مش فارق معهم خطواتي دي اصلا، لانهم تقريبا كانوا عارفين ان باب الشقة مش هيتفتح. جبت كرسي من اللي مرميين في الارض وخبطت بيه الازاز بتاع باب الشقة في الشراع الازاز، اتكسر الازاز. قبل ما افكر انادي على حد ينجدني كنت شفت حاجة تانية، حاجة برا الشقة، حاجة طالعة على السلم. الحاجة دي كانت عم عبد الله، كان طالع بيزحف على السلم. خرج امتى من المستشفى وازاي نسيت اللي موجودين معايا في الشقة وعايزين معرفش يعملوا فيا ايه. ولقيتني بقوله خرجني يا عم عبدالله، خرجني من هنا، انت الوحيد اللي تقدر تنقذني، خرجني. عم عبدالله وقف قدام باب الشقة يبصلي بوشه المسلوخ، وشه كان في وشي اللي بيني وبينه باب، ولقيته بيشاور على رقبته وبعد كده بيشاور على رقبتي، مش فاهم يقصد ايه. حسيت بايدين على كتفي بتقطع في جلدي، بتقطع في لحمي. الصرخة ما بتخرجش، الحركة مش موجودة. عرفت ان انا بموت الموت اياها زي اللي ماتوا. كل اللي بقى على لساني ان انا بتشاهد، وبدأ ربنا يسامحني على اي غلطة عملتها. لكن حصل تحول غريب مش عارف تفاصيله حصلت ازاي، معرفش فقدت الوعي امتى ومعرفش ايه اللي حصل وحصل ازاي. المشهد اتحول، كنت مرمي على الارض قدام الشقة من جوه، والباب مكسور وناس كتيرة واقفة ومطافي واسعاف، والشقة مليانة بني ادمين، والشقة بقت كتلة من الفحم، والناس بتسندني وبتشيلني عشان ينزلوني عربية الاسعاف. وانا ماشي معاهم لحد ما عديت قدام شقة كانوا حاطين مراية على باب الشقة، ولكم ان تتخيلوا الباقي حصل ايه. افكركم ان قصتي حصلت بحادث قضاء وقدر، حريق في الشقة اللي قدامي، شقة استاذ عبد الله. كنت من ضمن الناس اللي دخلت وشافت المنظر جوه. الأستاذ عبدالله الراجل كان جسمه مسلوخ، الموضوع ما عداش كده بالسهل ولا كان مجرد حادثة وعدت. الموضوع اتكرر تاني مع شقة تانية فيها بنتين صغيرين، واحدة اتحرقت والتانية اتسلخت. المرة دي شفت المنظر بعناية هو بيحصل. في الحوادث دي ظهر كائن غريب، سواء كان في الشقة المقفولة أو من وسط النار. شفته في أكتر من شكل وأكتر من موقف، شبح أسود، لا تعرف ده جن ولا بني ادم ولا ايه بالظبط. رحت لعبد الله المستشفى، عم عبد الله انا اسف يعني، عشان افهم منه ده ايه. وهناك شفت الكائن ده اكتر من شكل وشفت غيره، وحصل هجوم عليا تحديدا. وفي خلال ايام قليله كان الدور عليا ان انا اتحرق. لقيت نفسي بره الشقه مرمي على الارض والناس بتسندني وخرجوني بعيد عن الشقه. بعد ما شفت عم عبدالله وبصلي من شباك او من شراعة الباب، معرفش خرج من المستشفى امتى ووصل لحد عندي وكان طالع على السلم. خرجت برا الشقة، انا فاكر كويس وانا ماشي شفت انعكاسي في مراية كانت قدام شقة من الشقق كانت مركونة، تعرفش بقى بيجيبوا جديدة ولا بيرموها ولا بيكهنوها معرفش. الاهم من ده كله ان انا اتجمدت واتخشبت مكاني، لان شفت هدومي غرقانة دم ووشي كمان. انا الدم مخوفنيش، اللي خوفني هو التراب.
جسمي مردوم تراب، تراب أحمر زي ما يكون الدم سبغ التراب وخلاه لونه أحمر. ده التراب اللي كانت الكائنات السوداء أجبرتني بشكل أو بآخر إن أنا أبلعه. وكان في إيد البنت الصغيرة اللي اتحرقت، فاكرين وقلتلكوا عنها، والتراب وقع من إيدها. ده علامة بدأت أترجمها، ده معناه إن أنا لما أشوفه لازم بعدها شقة تتحرق. أستاذ عبد الله كان هنا بس اختفى وانتهت الحدوتة المخيفة عند كده. فضلت بعدها أسأل كل اللي حواليا، أستاذ عبد الله فين؟ يا جدعان أستاذ عبد الله فين؟ يبصولي ويقولولي أستاذ عبد الله فين إزاي؟ إيه اللي هيجيب الراجل هنا؟ الراجل في المستشفى بين الحياة والموت، محدش فاهم حاجة غيري. أنا متأكد إن حياتي كلها بقت متعلقة في إيد الراجل ده لسبب أو آخر. الراجل اللي المفروض إن بعد اللي حصل له ده يكون أصلا ميت. الراجل ده هو الوحيد اللي عنده حل لللغز. وإزاي أنا لسه عايش بعد الحريقة دي ومموتش أنا كمان؟ سبت الناس، طلعت أجري على برة، خرجت من العمارة زي المجنون، وكل ما حد يشوفني في الشارع يصوت. واحد ماشي هدومه متغرقة دم وتراب، أكيد الناس هتخاف منه، يتقول مجنون يتقول مهدبوح. لازم أفهم قبل ما أموت أو أتسلخ زي اللي اتسلخوا. رجلي خدتني على المستشفى، دخلت الاستقبال، اللي شافوني فكروا إن جاي متعور، جم يجروا عليه هما مش فاهمين في إيه. واللي يقول لي هجيب سرير، واللي يقول لي هجيب كرسي بعجل، واللي يقول لي اصبر انت بتجري ليه، واللي يقول ده مجنون. طلعت اجري على الاوضه اللي فيها عم عبد الله، معرفش ما لحقونيش ازاي. فتحت الباب بكل قوتي والاوضه كانت فاضيه، ما فيهاش اي حد، حتى عم عبد الله مش موجود. فضلت ابص حواليا، كانوا حصلوني. لقيت الدكتور اللي قابلته هنا اول مره، انا فاكره كويس. اول ما شافني زي ما يكون شاف عفريت، ولقيته بيقول للممرضات خلاص خلاص اخرجوا اخرجوا، انا هقعد معاي ولو عاوزت حاجة هبعت لكم. كان الامن موجود والممرضات وكل دول مشيوا. قفل الباب بعد ما خرجوا وقلت له فين عبد الله اللي كان هنا يا دكتور؟ راح فين؟ حرك كتافه معنا انه ما يعرفش. قلت له يعني ايه ما تعرفش؟ هو مش حضرتك الدكتور المتابع للحالة دي؟ الدكتور بصص لي ومتنح وما بيتكلمش، كأن حاجة قطعت لسانه. انت هتتكلم ولا امشي وارتاح من حياتي كلها؟ استنى بس، انا جيت امبارح علشان اطمن عليه زي عادة كل يوم واشوف لو هنغير على اي حاجة زي اجراءاتنا. دخلت لقيته قاعد على السرير، واول مرة حضرتك اشوفه بيتحرك. كان بيطلع منه صوت زي ما يكون حد بيعيط. منظره كان مرعب اكتر من اي يوم. فضلت واقف عند الباب من الصدمة. المفروض ان انا لو ده مريض طبيعي اقول له مالك في ايه يا حضرة اجري عليه، لكن انا ما قدرتش، خفت بصراحة. لحد ما هو اتلفت لي وفتح بقه على الاخر، لا اتكلم ولا نطق، لكنه صرخ زي ما يكون عاوز يقول حاجة وانا ما فهمتهاش، ما فهمتش عايز يقول ايه. بعدها وقع على الارض وانا مشلول وواقف مكاني مش عارف اتحرك. كان بيزحف ناحيتي، بيزحف ولحمه بيسيب حتت من اللحم ودم على الارض، وهو بيزحف على الارض وجاي ناحيتي. قرب مني، مسك في رجلي من تحت وقال اسمي، قال اسمي. ازاي يا دكتور قال اسمك؟ مش انت قلت انه ما اتكلمش وما بيتكلمش؟ الدكتور في الوقت ده خرج من جيب ورقة وقام رميها في خلقتي حرفيا. الورقة وقعت في الأرض، نزلت جبتها، حتة ورقة صغيرة مكتوب فيها اسم وعنوان. اسم سليمان. فسألته مين سليمان ده؟ أنا معرفش حاجة. عبد الله شاورلي على المخدة ورحت من رعبي، شلت المخدة لقيت تحتها الورقة دي، وقال اسمك انت كمان، وانا ما كنتش ناوي ادي لك الورقه دي لا يجرى لك حاجه انت كمان. يا دكتور هو يعني فين عبد الله برضو؟ عبد الله بتاعك ده هرب، اختفى. في الوقت ده انا ما بقيتش عارف اعمل ايه. هروح لعنوان اللي دكتور ادهولي؟ انا كده كده ميت، لو رحت هموت، ما رحتش هموت. العنوان تحديدا على طريق الواحات.
بس عبد الله قال اسمي ليه للدكتور. انا علاقتي بيه على فكره ما كانتش فظيعه لدرجه انه يعرفني اساسا. عبد الله جالي البيت وانا بتحرق ليه؟ جاي يحذرني ولا ليه دخل في اللي حصل لي؟ خرج من المستشفى ازاي بحالته دي ومحدش شافه؟ ما كانش عندي حل غير اني اروح العنوان. بدأت رحلتي للقرية الغريبة العجيبة اللي على طريق الواحات اللي اكيد فيها الحل، الحل اللي هينهي حياتي او يخلصني من المصيبة وينهي حياتي برضو في الاخر. ركبت ووصلت على اول طريق الواحات، وهناك على الطريق الصحراوي وقفت عربية صغيرة وطلبت من السواق يوصلني العنوان، فقال لي ياه دي بعيدة قوي، انا هوديك بس تدفع. يعني انا هدفع اللي حضرتك عاوزه، كل اللي انت عاوزه هديهولك، ابقى خلي بالك بس عشان الاماكن دي مليانة قطاع طرق. دي عند بتكلم عند الترب اللي عند الفيوم. بعد ساعة السواق نزلني على جنب في وسط صحراء دنيا ضلمة، وشفت على جنب بيوت صغيرة تحس انها مبنية بعشوائية كده، وقريب منها شفت التراب اللي هو قال عليها، ولقيت كوخ صغير هو الوحيد اللي طالع منه نور. حسبت السواق على اللي هو طلبه ومشيت لحد ما وصلت الباب، باب الكوخ المفتوح. في راجل كبير قاعد جوه، قلت له السلام عليكم يا حاج، وحضرتك مين؟ انا اللي مين يا ابني؟ انت اللي جاي عندي وجاي تقول لي مين؟ هتدفنوا حد ولا ايه؟ هو هنا التربي يعني ولا ايه؟ ما تنطق يا ابني، انت مين؟ انا جاي من اخر الدنيا، في واحد اسمه سليمان الشيخ قالوا لي على اسمه وقالوا ان انا لازم اقابله عشان في مشكله هو اللي هيحلها لي، وادوني العنوان هنا. وانت عاوزه في ايه؟ يعني هو في حد فعلا بالاسم ده؟ انت عاوزه في ايه؟ ما كانش عندي حل غير اني احكي له. بدات اتكلم واحكي عن كل حاجه تخص التراب الاحمر والكائنات السوداء وكل حاجه، وقلت له بما ان انت اكيد وسط الميتين فبتشوف حاجات زي كده، وعلى كده بقى انت معاك تراب من اللي انت بتحكي عنه ده؟ لا طبعا مش معايا، انا هحتفظ بتراب زي دهب بيه ايه؟ التراب ده اصلا علامة موت وحرق وسلخ، محبش يخليه عندي او معايا. اولا العنوان اللي في الورقة ده مش هنا، القرية دي جنبنا بخطوتين تطرح مشي، سكانها قليلين، احنا جينا هنا عشان نشتغل باليومية، كنا بنحرس ارض لحد ما تتبني، ارض صحراء والصحراء مليانة بلاوي، الصحراء مرتع للجن يا ابني. عملنا كام بيت كده جنب بعضهم وبقت القرية الصغيرة اللي بقولك عليها دي، ما كانش في ناس بتجيلنا كتير، اللهم الا حد يقف على الطريق في الاستراحة ولا حد يتوه ولا حد بنزينه يخلص، وصاحب الارض لما يجي بيقبضنا فلوس. هي دي الزيارات، كل واحد جاب مراته وعشنا، ولما عشنا طبيعي كان طبيعي برضو يحصل حالات وفاة، ما احنا عشنا بقى مستقرين، فقلنا نبني طرق. كان في ارض قريبة من الترب بنقلق منها بصراحة، الرملة بتاعت الارض دي ما كانتش صفرة زي الرملة بتاعت باقي الصحراء، كانت حمرة دم، منظرها يخوف، لما تقف قدامها تحس ان انت قدام بركة دم ناشفة. ما بفهمش يا ابني في الارض والتربة والحاجات دي، فقلنا خلقة ربنا، وحفرنا وبنينا تربتين جنب بعض في حتة الرملة الحمراء، وفي يوم واحد مات ودفناه في تربة من التربتين اللي في الارض الحمراء. واحنا مروحين مرات الراجل صوتت وقعت على الارض وقام مغمى عليها عادي من الحزن بقى، الصدمة شديدة. لكن اللي مش عادي ان احنا سمعنا اصوات غريبة مش عارفين لها مصدر جاي من ناحية الطرق. قل لي لو انت مكاني دفنت حد وانت في طريقك مروح سمعت صوت طالع من التربة، هيكون عندك الجرأة يا ابني انك تفتح التربة وتشوف فيها ايه؟ هتقول لي يمكن صاحي ودفناه وتسرعنا، بس الصوت يا ابني ما كانش صوت بني ادمين، ده كان صوت ناس بتتعذب. مشينا وما قدرناش نرجع،
ولما بعدنا ورجعنا البلد كل واحد بقى يتكلم مع التاني ويقول هنعمل ايه، هنسيبه كده. اتشجع مننا 3-4 ورجعنا للترب، وكانت المصيبة يا ابني التربتين الاتنين مولعين، النار مسكة فيهم كلتهم، وقفنا متنحين مصدومين. عارف لقينا مين قدام التربة؟ لقينا مرات الراجل اللي كنا دفنينه متكومة في الأرض، وجلدها يا ابني كان مسلوخ. محدش اتحمل المنظر، منظر أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. فضلنا نفكر نعمل ايه، اتشغلنا من الرعب والخوف، والست اختفت فجأة، مكان ملعون. اتفقنا هنرجع البلد ومش هنقول حاجة لحد خالص، وشوية ونبقى نهد التراب دي، ولو الجثة لقيناها اصلا بعد الحرق ده نبقى ننقلها لحتة تانية، ولو الناس سألت بتعملوا كده ليه نبقى نقول اي حاجة. سمعنا صويت في الشوارع، خرجنا لقينا الست ماشية في الشوارع ولابسة الجلابية بتاعتها ومقطعاها، والشاي خوف، جلدها مسلوخ، ماشية ناحية بيتها ودخلت البيت. مفيش دقيقة البيت كله ولع. ضميرنا يا ابني أنبنا عشان سكتنا. احنا سبناها تدخل جوه، وسمعنا العيلة كلها جوه بتتحرق في النار. جبنا جرادل ومية وبدأنا نحدف المية لحد ما طفينا الحريقة، ودخلنا لقينا التراب الأحمر، دم وجلد متقطع ومسلوخ ومرمي في كل مكان. كل أهل البيت مسلوخين وميتين، زي ما تكون دخلت جوه مدبحة. وقفنا مش عارفين نعمل ايه، هنشيلهم ولا نسيبهم ولا نعمل ايه. واحد قال نشيلهم وندفنهم في التراب الأحمر في الترب، أكيد التراب ليه علاقة بيهم لأنه نفس التراب. قلت له انتوا بتتكلموا زي ما يكون التراب ده بني آدم وانتوا مودينها للتراب. رد وقال لي ان احنا ما عندناش حاجة تتعمل غير كده. والاقتراح اللي الراجل قاله اقتنعنا بيه، شيلنا الجتت يا استاذ بتاعته، واللي كلنا خدنا بالنا منه وشفناه ان على دراع كل واحد فيهم حتة جلدة متسابة وعليها حرف وشم، كل واحد فيهم على ايده حرف، واحد على ايده كاف، واحد على ايده الف، واحد لام، واحد ظه، واحد واو، واحد لام، واحد كاف، والف وظه وواو ولام. ما فهمناش دي ايه. جمعنا الجثث وحطناهم على الارض، واول ما جدتهم لمست الارض فتحوا الخمسه بقهم مره واحده، ونفس الصوت اللي سمعناه سمعناه تاني، صرخات. وإذا فجأة بدأوا ينفجروا جثة ورا التانية ورا التالتة. كان كأن كل جثة جواها قنبلة يا ابني، انفجروا وتقطعوا وغرقونا، وبقى يخرج من تحت الأرض حاجات سودة زي اللي انت كنت بتحكي عليها، تسحب الحتت المتقطعة من الجثث تحت الأرض. الأرض كانت بتشفطهم. كلنا واقفين مش عارفين نعمل ايه، ومن يومها فضلت الارض بالتراب الاحمر بتاعها مهجورة. انا من الناس القليلة اللي فضلت في القرية، وفي ناس تانية جات وقعدت هنا ما تعرفش عن القصة دي ايتها حاجة، لاننا ما بقيناش نحكي عنها. حذرنا الكل وقلنا لهم ابعدوا عن الارض الحمراء. يعني انا مش فاهم، انتوا رحتوا بيهم هناك ولا هم انفجروا وهم في البيت؟ رحنا يا ابني رحنا. وفي يوم واحد غريب جه الصبح وقف في الاستراحة، كان بيستريح من السفر بتاعه زي اي حد، وطلب بنزين للعربية. صاحب الاستراحة خده معاه لبيته عشان عنده خزان صغير بيسيب فيه البنزين. الراجل شاف في اللحظة دي الارض، قال له الارض دي انتوا سايبينها ازاي؟ الارض دي تحتها بترول، انا افهم في الحاجات دي، هاخد عينة من التراب احلله. صاحب الاستراحة يا ابني جه وحكالنا الموضوع، وفي خلال اسبوع الراجل ده رجع بالليل مسلوخ ومعاه اتنين تانيين، هجموا على بيت صاحب الاستراحة والبيت اتحرق، وصاحب الاستراحة اتسلخ ومراته. وكنا بعد ما قفلنا الباب على اللعنة دي يا ابني اتفتح من جديد،
قلنا هنعمل فيهم زي ما عملنا في الاولانيين، شلناهم لقينا على دراعاتهم حروف كاف ولام واو وباقي الحروف على ايديهم، شلناهم ورميناهم في الارض الملعونه، النار مسكت فيهم واتحرقوا واتقطعوا وطلعت الاجسام السودة وخدتهم. ولحد دلوقتي انا فاكر يا ابني الكلمه اللي اتقالت، كان في كلمه بتتقال من الكائنات دي كانوا بيقولوا حاجه زي الكازول، فاكرها قوي. المره دي خدت معايا 2 رجاله، قلت انا هنزل القاهره واشوف حد يفهمنا الموضوع ده، نروح لدجال ولا حكيم روحاني. هنروح، رحنا الراجل كبير الناس دلتنا عليه عندكم في مصر. كان مشهور، حكينا له كل حاجة، قال لنا ان في اماكن بيعيش فيها مخلوقات تانية غيرنا، لا هي بتتدخل في حياتنا ولا تقبل ان احنا نتدخل في حياتهم، زي المراية كده اللي بنعتبرها باب لعالم تاني، وان احنا لما بنينا على الارض بتاعتهم انتبهوا لينا بقوا يخرجوا يصطادوا اللي بيتعدى على ارضهم. كل مرة حد يتعدى على ارضهم يقوموا موتين 5 يسحبوهم جوه الارض يا ابني عشان الارض تشرب دمهم وتاكل جدتهم، والحل ان احنا ما نقربش من الارض دي ابدا تاني، عشان كل ما حد هيقرب من الرمل الباب هيتفتح تاني والمشاكل تكتر تاني والناس تضيع مننا تاني. حمل الارض دي على كتافكم كبير قوي، انجدوا نفسكم، ولو عايزين تسيبوا البلد دي سيبوها وامشوا. ورجعنا يا ابني وعشنا وحرسنا الارض عشان محدش يقرب منها، لحد ما جه واحد عندنا وسرق من الرملة زي اللي حصل قبل كده. الراجل ده اسمه عبدالله، انا فاكر اسمه كويس اللي انت حكيت عليه يا ابني، بس الغريب ان اول مرة حد يرجع لنا عايش ويحكي اللي حصل ومش مسلوخ. ازاي ما حصل لكش حاجة؟ يمكن يا ابني دي علامة ان اللعنة هتنتهي. انت حكيت يا ابني اللي انت حصل لك وانا حكيت اللي حصل لنا، شوف بقى فكرك هيروح فين. الراجل خلص كلامه وانا مرعوب، قلت له طب دلوقتي المفروض استنى عبد الله يجي وادفنه في الارض يعني ولا اعمل ايه؟ انت يا ابني مش مضطر تستنى، لان عبد الله والبنات اللي معاه، بس البنات ماتت، كدبوا عليك يا ابني، عبد الله خدهم خباهم عنده عايشين وجابهم هنا. هما جم ليلة امبارح والكائنات بتحاول تخلص مهمتها، عشان كده انت كنت هتتحرق. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا هموت يعني؟ مش فاهم. انت لازم تروح معايا الارض دلوقتي ولازم ندفنه. ورحنا ناحية البيوت اللي في القرية وسمعنا صوت جاي من بيت من البيوت، بيت أهل الراجل اللي اتحرق الضحية الأخيرة. الناس وإحنا ماشيين زي ما يكونوا فاهمين ولا قارين إحنا جايين ليه. عم سليمان الطربي وقف وكلم 2 3 وراحوا كلموا غيرهم، وبدأت الناس تتجمع، في منهم اللي كان شايل مشاعل وغيرهم شايل بنادق. مجموعة دخلوا منهم وجابوا الجثث اللي اتجمعت واترمت على الأرض قبل ما أجي. عبد الله كان في وسطهم. رحنا ناحية الأرض شفنا منظر التراب الأحمر، فعلا يا جماعة زي ما يكون تراب ممزوج بدم، مع أن الدم الأرض ما بتشربوش. كان نور الفجر بدأ يظهر نوعا ما، فالتراب باين قوي، الريحة وحشة قوي قوي. عم سليمان واتنين رجالة شالوا الجثث وشاورولي أن أنا شيل جثة البنت المسلوخة. رحنا ناحية الأرض، كنت بترعش، سمعت زن طالع من الأرض، حطينا الجثث وسليمان قال ارجع لورا يا ابني دلوقتي. عدت كام دقيقة وفجأة لقيت سليمان بيبص للناس اللي واقفين معاه وقال لهم دلوقتي دلوقتي. من صوته العالي والخضة لقيتهم بيكتفوني، وقلت لهم انتوا بتعملوا ايه؟ اتفقنا يا ابني ان اللعنة تخلص، كل مرة بياخدوا 5 جثث، بس اللي ما حكيت لكش عنه ان احنا عملنا معهم عهد واتقابلوا 4 جثث، ولو احنا جبناهم ليهم هيوقفوا اللعنة ومش هيظهروا تاني. ما هو مش معقول يا ابني احنا اللي نفضل نموت كل مرة.
لازم اللعنة تخلص. فضلت أزعق وقاوم ولا في فايدة، وبدأوا يحفروا حفرة عشان يرموني جواها. صرخة سمعتها طلع من جثة من الجثث. رموني وجريوا والجثث بقت حواليا. أنا وسط الجثامين، جثث محوطاني من الناحيتين. بدأت الجثث تتنفض وتتحرك وتترعش حواليا. غمضت عناية وتشاهدت. الدنيا سكتت، ما قدرتش أغمض كتير. فتحت شفت كائنات سودة طالعة من تحت الأرض. فضلت أبص لها، فضلت أنادي على سليمان والناس اللي معاه وأقول لهم ما تسيبونيش، أنا مش عايز أموت. بدأت الكائنات السودة تزحف على بطنها ناحيتي، وبدأت الجثث تنفجر واحدة ورا التانية، والدم دم يملى المكان حواليا. وشي وجسمي اتغرق دم، ودلوقتي بيقربوا مني. لكن اللي حصل زي ما يكون حصل عاصفة كبيرة، تراب كتير. لمحت الناس ما مشيتش، واقفين يبصوا من بعيد. التراب غرقهم هما كمان، بدأوا يزعقوا ويصوتوا وينفضوا التراب عليهم. في منهم اللي جري ناحية البلد والتراب مغرقه، وشفت سليمان بيجري وراهم وهو بيزعق وبيقول لهم ما تدخلوش البلد بالتراب. نار كبيرة بدأت تمسك في كل مكان في البلد أول ما الناس وصلت لها. الكائنات ما بقتش مركزة معايا، بدأوا يتلفتوا للي واقفين، في اللي قدر يجري وفي اللي ولع وفي اللي فضل واقف متخشب مكانه. انتهزت الفرصة وفكيت نفسي وقمت قعدت على الأرض، والتراب مغرقني أنا كمان، واتنين من الكائنات واقفين قدامي. فضلت أجري بأقصى سرعة ممكن أجري بيها، مش عارف بجري رايح فين. كل حاجة بتتهز وتترج من حواليا، ريحة الدم في كل مكان، صرخات الناس في القرية واصلة لحد هنا. كل اللي بعمله ان انا بجري بعيد عن القرية على قد ما اقدر. طلعت على الطريق برا، وهناك وقعت مغمى عليا. لما فقت لقيت نفسي في مستشفى متواضعة. اكيد في ناس لقيوني على الطريق ودخلوا ينقذوا اي حد، ولما لقوني اول واحد مرمي على الارض ودوني المستشفى. اللي عرفته بعد كده ان هما ما لقيوش حد عايش في البلد خالص، النار اكلتها بالكامل. سألوني، قلت لهم أنا كنت معدي على البلد وشفت قرية مولعة، فنزلت أشوف في إيه، دخت من الدخان وقعت. ما صحيح أنا هقول لهم إيه غير كده. عرفت إن القرية اتدمرت بكل أهلها، بس هل ده معناه إن اللعنة كده وقفت، ولا حد هرب وشايلوا التراب ضحية جديدة، ولا إيه؟ خرجت من المستشفى وأنا مقرر إن أنا أختفي، لا هرجع البيت ولا هرجع البلد ولا هرجع الشغل. طمنت بس ان اهلي كويسين، وبلغتهم ان انا عندي سفرية. انا بكتب الورق ده وانا مقرر ان انا خلاص اسافر بلا رجوع، بس انا معرفش بعد ما انا الناجي الوحيد من المكان ده، هل في حد شال التراب الاحمر وبيتجول بيه من مكان للتاني، ولا انا لما خرجت من الحريقة دي ورحت المستشفى هل انا حامل التراب الاحمر؟ دي كانت الحقيقة، أنا الحامل الجديد للتراب الأحمر. ما تقلقوش، ما هو التراب ما بيتنقلش بالسمع وبالودان، لكن يا ترى أنا ضريت كم واحد وأذيت كم واحد وأنا مش في وعي؟ اللي بيحصل يا جماعة إن أنا بنام وأفاجأ إن أنا نمت باليومين والتلاتة، واصحى الاقي تراب احمر على السرير، واصحى واعرف ان في ناس اتسلخت في المنطقه اللي جنبي، وكل ما اسيب المكان واروح مكان تاني اعرف ان بيت اتحرق تاني وناس اتسلخت تاني، والاقي تراب على السرير برضو. انا مش عارف انا شايل التراب اللي مشيت بيه من البلد فين، لان كل ده حصل وانا مش في وعي. لكن كل اللي اقدر اقوله لكم ان انا سواء في وعي او مش في وعي، انا لحد دلوقتي اتسببت في سلخ 33 بني ادم.
واللي ماتوا محروقين 14 بني آدم. ما عنديش حاجة أضيفها وما عنديش حاجة أقولها، لأن أحيانا السكوت بيكون أبلغ بكتير جدا من الكلام. كان معاكم حامل التراب الأحمر.